بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. نلتقي مرة أخرى وفي درس آخر ومحاضرة أخرى مع أعزائي الطلبة في مقياس تاريخ الفكر الاقتصادي، مقدم من قبل الدكتور توفيق مجنان من المركز الجامعي مغنية. سنتطرق إن شاء الله في هذه المحاضرة إلى تطور الفكر الاقتصادي في العصور القديمة، ومثلما ذكرنا سابقا أنه دراستنا التاريخية لتطور الأفكار البشرية والأفكار الاقتصادية على وجه الخصوص ما هو إلا دراسة تمحيصية لكيف كان علم الاقتصاد وكيف سيكون مستقبلا. فإن معرفتنا للأفكار السابقة هو بناء نموذج لتصورات فكرية مستقبلية، فلا يمكن أن نعطي فكرة مستقبلية أو تتصورا مستقبليا ويغيب علينا التاريخ الذي أسس وبني عليه العلم وبني عليه علم الاقتصاد بشكل خاص. ففي حقيقة الأمر هو لما نتكلم على مرحلة العصور القديمة، تعتبر العصور القديمة هي مجموعة الفترات الزمنية السابقة لميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، والتي حددت قيام الحضارات القديمة في العالم كالحضارة الفرعونية في مصر والحضارة البابلية في العراق، إلى جانب مجموعة من الحضارات الشرقية في الصين، وكذلك الحضارة اليابانية والحضارة اليونانية والرومانية، والتي تميزت ببعض المحددات التي أضفت سمة أساسية لطبيعة الأفكار الاقتصادية خلال تلك المرحلة. وخلال هذا الفصل إن شاء الله سيتم تدارس لمجموعة الأفكار الاقتصادية في تلك الحضارات بشكل تمحيصي وبشكل تسلسلي. ولقد ظل الفكر الاقتصادي وحتى بداية العصر الحديث مختلطا بالفكر الديني والفلسفي والأخلاقي، باعتباره أنه علما اجتماعيا لا يمكن فصله على هذه الركائز الثلاث، والتي أضفت مجموعة من التغييرات حسب مراحل معينة. فكل فترة زمنية وكل مرحلة زمنية إلا وأدلت بظلالها على الفكر الاقتصادي وعلم الاقتصاد بشكل أو بشكل آخر. فبداية وبالله نبتدئ في دراستنا للفكر الاقتصادي في الحضارات القديمة، وهنا سنقسمها إلى فترتين أساسيتين، هي الفكر الاقتصادي في الحضارات الشرقية والفكر الاقتصادي في الحضارات الغربية. فلما نتحدث على الحضارات الشرقية، فأولى الحضارات التي نبتدئ بها دراستنا للفكر الاقتصادي هي الحضارات القديمة في الشرق الأقصى وفي الشرق الأدنى. فلما نتكلم على الحضارة الفرعونية في مصر، ولما نتكلم أو نتحدث على الحضارة البابلية أو الحضارة السومرية في العراق، إلى جانب ذلك لما نتكلم على الحضارة الصينية، والتي يعني حقيقة قدمت إضافة نوعية في علم الاقتصاد من خلال مجموعة من الممارسات الفكرية والممارسات العملية. وحتى وإن لم يكن هنالك تصور فكري حقيقي، إلا أن مجموع الممارسات التي مارسها الأشخاص ومارستها القيادات التي كانت تحكم هذه الحضارات والتي شيدت هذه الحضارات، إنما أعطت جانبا فعليا في تصوراتها لعلم الاقتصاد وما يكون عليه علم الاقتصاد، رغم أنه خلال تلك المرحلة علم الاقتصاد لم يكن علما مؤسسا بشكله الحالي، وإنما كان مجموعة من الممارسات اليومية ومجموعة من يعني التخمينات والسلوكات التي يسلكها الفرد في سعيه لإشباع حاجته الشخصية وحاجته العائلية أو حاجة القبيلة أو العشيرة. فقد عرفت الحضارات القديمة في الشرق ازدهارا اقتصاديا كبيرا على الصعيد العملي،
خصوصا الحضارة الفرعونية التي أسست على ضفاف نهر النيل أو دلتا النيل، والتي حقيقة كانت حضارة رائجة، حضارة يعني مزدهرة قائمة على الزراعة والصيد البحري وتمكنها من السيطرة على بعض الروافد المائية التي كانت تعتبر ولا زالت تعتبر عصب النهضة وعصب قيام الحضارة. كان ذلك ناتج عن وجود تنظيم اقتصادي واجتماعي دقيق، فقد عرفت الحضارة المصرية القديمة وحضارة البابلين والحضارة الصينية نوعا من الزراعة المتقدمة والمنظمة، وهذا مثل ما سلف الذكر. فنجد أن الحضارة الفرعونية هذه الحضارة التي كانت تعتمد على ما يسمى بالتكثيف الزراعي، بحيث كان يمكن من إنتاج منتجين أو زراعتين في الموسم الواحد نتيجة لخصائص المناخ المميزة، وكذلك وفرة المياه وخصوبة التربة خصوصا على جانبي نهر النيل أو دلتا النيل، والذي حقيقة أكسبها ميزة مطلقة في الإنتاج الزراعي خصوصا إنتاج القمح وإنتاج القطن، وكذلك إنتاج بعض المنتجات التي كانت شائعة والتي كانت رائجة. ضف على ذلك لما نتحدث على الحضارة البابلية والتي سيأتي عليها الحديث فيما بعد، حتى هي قامت على ضفتي نهر الدجلة والفرات، والتي كانت تعتبر من الأماكن الخصبة، حتى سميت بمنطقة الهلال الخصيب باعتبارها أنها منطقة ذات خصوبة عالية جدا تمكنها من اكتساب كثافة في الإنتاج الزراعي وتكثيف المحاصيل الزراعية لأكثر من محصولين في السنة الواحدة. إلى جانب هذا، فقد تبلورت ملامح بسيطة للفكر الاقتصادي ساد في تلك المرحلة، ومن أهم هذه الأفكار التي يمكن أن نوردها نجد أولا بعض الممارسات الفكرية، هذه الممارسات العملية عفوا وليست الفكرية، هذه الممارسات العملية التي تميزت خصوصا في تقسيم العمل وتخصيص العمل. فنلاحظ أن الحضارة الفرعونية لا زالت إلى يومنا هذا تبهرنا بدرجة التقسيم والتخصيص في العمل المتمرس والدقيق الذي قامت عليه هذه الحضارة ولا زالت يعني قائمة عليه. فتخصيص وتقسيم العمل يعتبر من المبادئ الأساسية التي أسس عليها عفوا علم الاقتصاد، والتي من خلالها ظهر علم الإدارة باعتبارها من الأسس التي تعطي ميزة مطلقة لمن يتقنها ومن يتمكن فيها. ضف على ذلك أنه في الحضارة الفرعونية ظهرت بعض الممارسات الأخرى، مثلا كالنظام المحاسبي ونظام الجرد، وهي من الأساليب الاقتصادية التي صرنا نعتمد عليها. فنجد في قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع العزيز قد أضفى يعني حقيقة وأسس لعلم جديد، هذا العلم الذي هو علم التوريد وعلم التخزين، في كيفية يعني إدارة الأزمات، في كيفية إدارة المخزون وتسيير المخزون، كذلك في كيفية ضبط المخزون وتقييده ضمن حسابات من خلال ما يسمى بالصادر والوارد، وغير ذلك من المهارات الاقتصادية التي صرنا نبحث إلى تعلمها، وقد أسسها سيدنا يوسف عليه السلام في قصته مع عزيز مصر أو ما يسمى مع فرعون مصر.
كذلك لما نتحدث على أساليب الملاحة التي اعتمدتها الحضارة الفرعونية خلال تلك المرحلة أو تلك الحقبة، والتي صارت الآن تعتبر يعني من المسائل الأساسية والجوهرية التي تقوم عليها الملاحة الدولية والتجارة الدولية، خصوصا مع الدول المجاورة ومع الشركاء الاقتصاديين المجاورين. على كل يمكن ذكر بعض الأفكار التي ميزت تلك المرحلة، خصوصا في الأفكار المتعلقة بحق الملكية وتنظيمها في قانون حمورابي، وهو يعتبر من أولى القوانين التي أسست والدساتير التي أسست يعني في تاريخ البشرية. فدستور حمورابي وقانون حمورابي من أهم القوانين وأولى القوانين والدساتير التي عرفتها البشرية. هذا القانون وهذا الدستور الذي أسس لحق الملكية في تملك الأراضي، وإدراج ما يسمى بحقوق التملك لأصحاب العقارات وأصحاب الأراضي. غير أن هذه التنظيمات قد تناولت غير أن هذه التنظيمات عفوا قد تناولت بصفة أساسية الجانب القانوني والديني، ولم تتعرض للجوانب الاقتصادية، بمعنى كان في عندها منظور ديني ومنظور قانوني أكثر منه من منظور اقتصادي، وهذا ما سيعاب على هذه المرحلة. كذلك كانت الكتابات المصرية القديمة قاصرة على تسجيل بعض الأفكار الفلسفية والدينية ونظم الحكم، ولم تؤسس لترسيخ وتدوين الأفكار الاقتصادية التي ظهرت بشكل ممارسات وبشكل فعلي. كذلك نجد ملامح الفكر الاقتصادي في القانون الموروثي والعهد القديم الذي أجاز العمل بالتجارة وحرم اقتضاء فائدة على القروض فيما بين العبرينيين أو ما يسمى به العبرانيين عفوا، وهم أهل الكتاب من التوراة أو اليهود الذين كانوا يقطنون تلك الأرض في مرحلة معينة. فكانت هنالك بعض الممارسات التي حقيقة كانت هي ممارسات اقتصادية، ولكن لم يتم التطرق عليها بشكل فكري، وإنما كانت مجرد ممارسات، يعني إن صح القول هي ممارسات ساذجة بعيدة عن التأطير العلمي والتأطير الفكري. كذلك الآن إن شاء الله سنتطرق إلى الفكر الاقتصادي في عصر الفراعنة بشكل مفصل وبشكل دقيق.